ماذا تعرف عن غزوة ذات الرقاع؟ ورد في سبب تسمية غزوة ذات الرقاع بذلك عدة أقوال، فبين قائل أن السبب يعود إلى المنطقة التي جرت فيها المعركة، هناك قائل آخر يقول بأن السبب ذلك يختلف تماما عن اسم المكان، إنما كان لأمر آخر، وفيما يأتي بيان لسبب تسمية غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم مع بيان وقت حدوثها من أقوال العلماء. ما هو سبب تسمية غزوة ذات الرقاع؟ كما أشير في بداية الفيديو، فإنه يوجد العديد من الأقوال في تسمية غزوة ذات الرقاع، فهناك بعض العلماء يرون أن سبب تسميتها بهذا الاسم أن الصحابة رضي الله عنهم وفي أثناء مسيرتهم لتلك الغزوة جرحت أقدامهم من المسير والحجارة والأشواك التي قابلتهم في رحلتهم، فرقعوها بالخرق ولفوها بها حتى يتوقف تدفق الدماء منها وحتى يصل إلى وجهتهم، لذلك سميت الغزوة بذات الرقاع. كما يرى فريق آخر من العلماء أن سبب تسمية غزوة ذات الرقاع يعود إلى المنطقة التي جرت فيها الغزوة، حيث جرت الغزوة في منطقة تسمى ذات الرقاع نسبة إلى ما فيها من الجبال المختلطة ألوانها بين السواد والحمرة والبياض، وتلك الألوان تنتشر في جبال تلك المنطقة على شكل بقع، لذلك أخذت الغزوة اسم المنطقة لهذا السبب. ما هو توقيت غزوة ذات الرقاع؟ اختلفت أقوال العلماء في توقيت غزوة ذات الرقاع، فمنهم من قال أنها وقعت في السنة الرابعة للهجرة بعد غزو الخندق، ومنهم من قال بعد غزوة خيبر، ومن بين من قال بذلك البخاري رحمه الله، ومنهم من قال أنها وقعت في السنة الخامسة للهجرة، وقال آخرون أنها وقعت في السنة الرابعة للهجرة بعد إجلاء بني النضير من المدينة المنورة. ما هي أحداث غزوة ذات الرقاع؟ توجه الرسول لقتال أعراب صحراء نجد القساة في طبعهم، والذين عرف عنهم الاشتهار بالسلب والنهب، فكانت الغاية من قتالهم أولا تأديب القبائل التي حولهم، ثم تحصيل الأمن والاستقرار لأهل المدينة. وقد تزامن ذلك مع وصول الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك الجماعات تعد العدة لقتال النبي وأصحابه في المدينة، فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يصلوا إليه، وقد بلغ عدد المسلمين في تلك الغزوة ما يقارب 400 مقاتل، وقيل بل 700. وكان يطغى على معالم تلك الغزوة القسوة لطبيعة المنطقة المليئة بالحجارة الحادة التي أدمت أقدام الصحابة، بالإضافة إلى نقص الراحلة التي تقل المقاتلين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى مشارف موضع غطفان، سمعت تلك القبائل بهم، فدب الرعب في قلوبهم وأصابهم الخوف والفزع، وتيقنوا أن الأمر جلل، وأن ما عزموا عليه أصبح الآن حقيقة لا فكرة، فهرب رجالهم إلى رؤوس الجبال، وتركوا خلفهم النساء والأبناء والذرية والأموال. وفي تلك الأثناء أدركت الصلاة المسلمين، فهموا بأدائها، وكان مما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم حينها أن يعود الرجال إلى جيش المسلمين فينقضوا عليهم على حين غفلة وهم يؤدون صلاتهم، فنزلت آية صلاة الخوف التي تشرح للنبي صلى الله عليه وسلم الكيفية التي يؤدي بها الصلاة مع حفظ الأمن للجيش وعدم المخاطرة به. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر وإن كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. انتهت الصلاة ولم يحصل ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم على العودة إلى دياره بعد أن رأى أن المقصود من الغزوة قد تحقق بتأديب غطفان وإدخال الرعب في قلوبهم. وفي أثناء عودته وقبل أن يغادر تلك البقعة حل عليهم الليل، فخيم النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه في منطقة قريبة، ووضع حراسة على المعسكر، وبعد أن أشرقت الشمس واصل الجيش مسيره باتجاه المدينة. وبعد تلك الحادثة لم تجرؤ غطفان أو غيرها من الأعراب على التعرض لأهل المدينة أو المسلمين بسوء، بل علموا عظيم قدر النبي وأصحابه، كيف وصلوا إليهم وأحاطوا بأبنائهم وذرياتهم، ولكنهم لم يمسوهم بسوء.